واش هاني نزيع هذا الحوار اللي دار بيني وبينك. هانيا هاني هانيا شكرا. هاني وانت بقى عندك صاحبتك ولا ما عندكش؟ لا ما عنديش. ما داكش ها؟ ما عنديش. ما داك تخرب. كيفاش ما عندكش؟ ما عنديش انا. ما داك تخرب هذاك الشيء ديال البز. البز علاش يا عم البز؟ الحب والحب وحش؟ لا امال ايه؟ ولكني ما مازال ما لقيتش شي وحده اللي ايوه يعني كتقلب يعني باغي مازال. اه باغي ولكني مازال ما طحتش فيها. مازال ما طحتش؟ يعني كتقلب؟ اه كاينين ولكني غاتدخل. دابا لا دابا انا نسأل، كتقلب يعني ولا ما كتقلبش؟ مره كنقلب مره. كيفاش كيفاش كتقلب يعني؟ دابا انا باغي نعرف منك كيفاش كتقلب يعني. كيفاش كتعرف البنت؟ كيفاش كتعرف البنت زوينه خايبه؟ كيفاش العقليه ديالها؟ كيفاش العقليه ديالها؟ عقليتها اه واش كبيره في عقلها؟ واش غادي تصبر معاك تشوف واش غادي تصبر معاك؟ ومش حال من حاجه. وده هتعرفه ازاي يعني؟ دابا انت تلاقيت واحده هتعرفه ازاي؟ كيفاش زمان دابا انت تلاقيتها هتعرف الكلام ده ازاي يعني؟ دابا انت مع المده ما المدة إلى يعني كانت صاحب في النهاية كانت صاحب. ها لا المهم كان ما كان بانوا في الأول بحال الخوت. فهمتي؟ وفي التالي واحد فينا كيهضر. واحد كيصبغ واش كاينة ولا ما كاينة؟ لا يعني يبقى إذا بتصاحب يعني بتصاحب. أنت قلت لي ما عنديش مع التخرج هذا وأنت بتصاحب. لا دابا ما فهمتيش قلت لك أنا ماشي علاقة دي توكل. أمال دابا غتلاقاها ومش مش مش زعما غتلاقاها ولا دابا الا كان كنت انا غادي انا وصاحبي وصاحبي هو اللي مصاحب. فهمتي؟ وديك ديك صاحب ديك اللي مع مصاحب عندها صاحبتها وديك صاحب ديما انا ما عنديش. كنكون غادي هكا مع في القنت غادي مع الدراري بحال هكا كيكونوا الدراري المهم تيضحكوا وينشطوا وانا ما فهمتي كيفاش ما كنديهاش انا في ذاك الخربه كيهضروا معايا وهذيك كنحس بها بحال اختي. فهمتي؟ صافي هادشي اللي قلت لك وكنهضر معاهم ولكن كنهضر معاهم على حسب القرايه وهادشي ما داك التخربيق ولا صاحب حبي ولا كان بغيك ما كاينش هادي الهضره ما كايناش اصلا. ها ما كايناش صافي كاينه شي حاجه القرايه هي اما صافي واخا كناخذ الواتساب ديالها ولا فيسبوك ديالها غير على اساس القرايه ولا على شي حاجه اخرى هادشي اللي كاين. اه تبارك الله عليك. لا دماغك زوينه تبارك الله. ولكن احنا هنجوزك مصريه بقى عشان تتوبك. ان شاء الله. اسمع عشان تتوبك عن الجواز خالص. ما تفكرش تتجوز تاني. دخلت السجن يا معلم. لا بس هو اللي كان هربان منه. واحنا عندنا كاكا المصريه ما عندهاش تفاهم. معلش نجرب. جرب. اه عايز تجرب انت. نشوف البنات المصريات. اه لا كل البلدان العربيه بحال وكل الناس زوينه كلهم زوينين. اه يعني في شويه عندنا نكد في مصر ولكن مش مشكله عادي تعدي. كاين برضو النكد في المغرب برضو احيانا. في النهاية عايزين نقول لك ربنا يوفقك يا رب. امين يا رب. وتلاقي بنت الحلال. امين يا رب. كانت مصرية بقى كانت مغربية ولكن انت شكلك عايز تجرب فاحنا نخليك تجرب ماشي مشكل. يلا. انا بغيت اشلحة. ايه؟ اشلحة. بغيت اشلحة؟ ما كاينش روح في مصر برضه. كاين شلوح في مصر. ايوه انا بنت بلادي. انت تبغي شلحه بنت بلادك؟ نداء نداء الى كل الشلحات. اسمك ايه انت؟ عندنا محمد ينادي 19 عام شاب زي الورد الى كل الشلحات المغربيات. ده بيجي لك ان شاء الله. ده هيتصلوا بيا؟ هيتواصلوا معايا وانا نوصلهم بيك. صافي. ربنا يخليك. الله يبارك فيك. اجد اتكلم شويه بمصري. ها؟ عم اتكلم انا شويه بمصري. اه شو.
متفرج كثير افلام مصريه. تفرج كثير في افلام مصريه.